ايضا طول العمر قلت عن فتح المجالس، واللي عنده اي مشكله يجي ويتفضل عندي، وهذه كلمه يعني طال عمرك مجروحه في حقكم، الحقيقه جهدكم موجود ويعني مقدر له طول عمرك. فاليوم فتحت المجلس مو فقط نتكلم في المجالس، احنا نتكلم عن ابواب الموظفين، نتكلم عن ابواب المدراء والمسؤولين. لا يجب عن واحد يقول لي ابي احاول اكلم فلان وما يرد علي، الباب مسكر في وجهي او الى اخره. اذا قيادتنا تفتح ابوابها ما في اي عذر من اي واحد دون ولي العهد انه يسك بابه ابدا.